فيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب سكيري تيتشر، بس احنا اوبس هنلعب ترابل ان بارادايس. هنلعب الشابتر الجديد سبيشال شابتر. احنا خلاص خلصنا شابتر 1 او ممكن لا بس هنلعب ترابل ان بارادايس. شفنا اعلانات عشان نجيب وي شو مش اي and thought that she could take her students. Well, we've got a cracking idea. Okay. دي بتحقن البيض دي. دي بتعمل ايستر ايجز. فكرتها بتحقن البيض. بيقول لك spoil Misty's teacher's extra prize. ده ازاي ده ازاي؟ متهيألي تحقنيها حاجة غلط. unlimited hints. هي حطتها أصلا في حتة. reveal hints. هي أصلا حطتها في حتة. حطتها في نفس المكان اللي هي. أيوة طب أنا حضرتك يا أختي هي جاية لي. أنا حاسة إنها جاية. لا مش جاية. المفروض مثلا أجيب لها بيضة أخد من البيض ده وأعمل بيه حاجة معينة. انا استنى لما تطلع الدور اللي فوقاني عشان ايه احتمال كبير هتمسك. تمام يعني. هي فين الترابيزه اللي كانت بتعمل عليها حاجه؟ كانت فوق اوضه. بصي منظرها وهي بتجري. يا لو دي قريبة قوي مني يا اختي. انا خايفة قوي. دي بتسرع اكتر. انا خايفة قوي. انا خايفة قوي بجد. انا بجد خايفة. انزلي تحت. انا بجد خايفة. امشي بسرعة. يلا اهربي اهربي. امشي من مكانها. امشي من مكانها. احنا عرفنا نهرب. انا عمري ما عرفت اهرب بالمنظر ده في حياتي. انا عمري ما خفت بالمنظر ده في حياتي. بالذات في جراني. ده جراني مخيفة اكتر. ده جريت ورايا ايه. كل شوية تسرع اكتر او يتهيألي. الدور الفوقاني. او ده كان يتهيألي. هو فين المكان اللي كانت حاطة فيه البيت؟ جبت لك تشاب اهو. شفت. عايز امشي بسرعة. في المجبخ. ايه ده هنا؟ سبويل. يلا جيبي ده. جيب ايه ده؟ ستروبري لايم. اعمل ايه؟ ادلو ايه عليه؟ حطي الحقنة. مش فاهمة. حطي الحقنة فيها. حطي الحقنة فيها. في سكيري تيشر نفسه. في مشتي. حطي ده وحطي في الحقنة وبعدين دي نازلة. يا اختي يا لهوي ده. اكيد بس ايه ده؟ انا بتعور من النط. بس انت نطيتي نطة طويلة على السلم وقعتي من السلم. اوبسيز. بيو بيو. لا 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 انا طبعا ما بحبي. رميت السوشي في الحمام. طعمه وحش وريحته كمان. يا جايالي ولا انا جايالي؟ جبنه طعمها احلى. بس كده مش هينفع تيجي. الجبنه دي احلى كانفع. تيجي ندخل نشوف البيوت التانية. واو ما بتدخلش حضرتك. بس دي كده موضوع الاهبل جواها ولا حاجه. رميت السوشي في الحمام. جمو وحش وريحته كمان. لقيت الكومنت بتاع الفيديو اللي فات بتاع هل فهمتوا الدرس بتاع يعني هات. ايه ده؟ انت بتعمل رياضه. انت بتعمل رياضه. انت اخت هالو نيبر. احتمال بتقلده. اقدر العب دور. يس. هي ما جرب كده. ني 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 ني. امشي من هنا.
يا اصحابي اكتبوا تحت في الكومنتات ده سؤال النهاردة، بتحبوا انهي اكتر، جراري بح 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 ولا سكيري تيتشر؟ انهي لعبة مخيفة مفضلة؟ المضحك في جرح. اكتبوا تحت في الكومنتات انتوا بتحبيها اكتر، بتحبوها اكتر سكيري تيتشر ولا سكيري تو ولا جراني ولا هالو نيبر ولا جراني شابتر 2؟ يعني انهي لعبه رعب بتحبوها؟ انا بتحبوها اكتر سكيري تيتشر ولا جراني، جراني شابتر 2 او 1 هي كلهم زي بعض. جراني ولا هالو نيبر؟ فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات انهي واحده بتفضلوها اكتر. عملت بيض وحش قوي. ازيك ازيك حضن، شكرا. انت كده مبسوط؟ بحاول اني العب عدل. بس مش قادر استناها تخلص. يعني اسمها ميس تيتشر، اسمها ميس تيتشر. يا ميس تيتشر، ما ميس هي ما تمشي امشي. عرفنا غريب جدا. قفلت لك الباب بالاف. ليه حرام عليك؟ طب هدخل من حتة تانية ولا ما قفلتوش؟ استنى اشوف، لحسن تكون ما قفلتوش. ايه والله، بص لحسن ما قفلتوش، ما بيبصش. رميت السوشي في الحمام، طعمه اوه دي اوضه قدام، طعمه وحش وريحته كمان رميت السوشي في الحمام. انا اهو قدام، انا انا عايز الحق. مش عايز يمسكك، يخليك تمسك ده انت. عامل بيه ايه؟ هو في حاجة اقدر اعملها بالبيض؟ مش فاهم، انا مش فاهم حاجة. خليك امسك بيضة تهيألي الباب ما بيتمسكش برضو. طب اعمل بيضة تانية. تعمل بيضة تانية من دول. طب انا اقطع الترابيزة. انا برقص على الدار. يا لهوي ايه ده؟ هي مسكتك ازاي وانا على السلم؟ مش عارف. بوستي حتى انا بقى دور انا. يلا يلا يلا. ليه اشتغلت السوشي في الحمام، تعمو وحش وريحته كمان كمان مان 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 سوبر مان مان. هحقن البيض. موتو. انا اكتر دكتورة شريرة. رميت السوشي في الحمام. ادخلي من نفس الشباك اللي انا دخلت منه عشان تبقى الاوضة قدامك. رميت السوشي في الحمام، طعمه وحش وريحته كمان ده. استنى ويكن اشير ويكن ويكن اشير ويكن. الحاجة طلع تمام. يا طلع يا طن، لازم تمسكي الحقنة الاول وتدخليها في ده. اوف البيض. حلو عجبنا، حلو جدا حلو. ارميه في وشها. رميت السوشي في الحمام، تعمو وحش وريحته كمان. عملها سبويل ازاي بقى؟ يعني بتشوف نفسها في المراية. شكلي احسن من اي حد. انا شكلي احسن من مراية نفسها. عندي سؤال، دي هنعمل بيها ايه يعني؟ نرميها في الباسكت. اظن ان احنا محتاجين نشتري فتاحة سهرة، بلاش فلوس كفاية. بن جيلو.
نحرق البيض. جيبني الجني، جيبني ارجوكي ارجوكي. منوم كمان، في سينمون ووتر جاج، في حاجة مضحكة اوي. ده سلايم. طب نفتحها بقى ايه؟ لحظة واحدة، انت فكرتني، انا بعد الفيديو ده هعمل سلايم. يا اصحابي انا هقول لكم على طريقتي السرية ازاي انا واخويا بنعمل سلايم امن في البيت من غير ما يكون دي طريقة حقيقية بجد، مش زي كل الفيديوهات حط مش عارفة ايه على ايه وهتلاقي يطلع لك سلايم. حط جبنة على الوان هتبقى سلايم، هتبقى سلايم. حط مية على جيلي هتلاقيها سلايم. وحطه في الفريزر لمدة 24 سنة بعد كده هتلاقيه سلايم، وبعد كده هتلاقيه سلايم مجمد. لا بصوا يا اصحابي هوريكم الطريقة. اوه دي جاي عند الشباك، استنى هي قاعدة في الأوضة دلوقتي، هي بتعمل بتشوف على التلفزيون نفسها. انا شكلي حلوة جدا. بصوا يا اصحابي الطريقة، ان انتوا هتجيبوا اول حاجة غرة، الغرة الابيض العادي اللي هو الجلوس سايل الابيض اللي هو بنجيبه عشان نلزق بيه الخشب، برطمانات عملاقة. ايوه برطمانات، في برطمانات صغيرة وكبيرة، هاتوا من وهاتوا بتاع ده اللي هو المسحوق الجل اللي هو اسمه برسيل. بس برسيل بس، ما ينفعش حاجة غير. ايوه بس ده مش سبونسر او اي حاجة. وبعد كده هتمزجوهم مع بعض، يعني الاول هتحطوا الغرة، بعد كده تحطوا شوية برسيل تمزجوها بمعلقة، ما لسه منزقة حطوا شوية برسيل تاني، لسه منزقة حطوا شوية برسيل تاني، لسه كده لغاية ما تلاقوها ما بتلزقش في ايديكوا وتبقى ستريتشي. اكتبوا تحت في الكومنتات هل نفعت معاكوا ولا لا. لو ما نفعتش يبقى في مشكلة انتوا اللي عملتوها، لكن بجد يا اصحابي انا بتنفع، انا واخويا عملناها ونفع بامانة. اهو بامانة. بس لو طلع السلايم ناشف قوي زودته في البرستيل شوية وطلع ناشف قوي، حطوا شوية غيرة صغيرة وفضلوا امزجوها. هو لانه شوية الغيرة هتخليه اكبر، فلما يبقى اكبر البرستيل هيبقى على قده، هيبقى اقل بالظبط، هيبقى على قده. بس هتلاقوه بيفرول كده لما بتيجوا تمزجوا الغيرة فيه، بس ما تخافوش افضلوا ما تحركوهوش ببطء في ايديكوا لحسن هيلزق للابد، لكن حركوه بسرعة مش هيلزق، بس انتوا ممكن تمسكوه وتعملوا له ستريتش، بيبقى مريح جدا للاعصاب. والغيره بيبقى اصلا نفسه نون توكسيك مش سام، والبرسيل مش سام، وريحته حلوه ما فيش رائحه كريهه. ولو ما نفعتش تقدروا تنزلوا اي ابل سلايم، في كذا ابل سلايم. لا بس هو بجد فظيع ومريح للاعصاب خاصه. اكتبوا تحت في الكومنتات هل عرفتوا تعملوها ولا لا. ايوه طب اعمل ايه؟ احطها في البيض ازاي؟ بس هو هيفرول شويه منكم في ايديكم، بس يتهيالي حطيها على الارض وافتحيه. احطها على الارض وافتحه ازاي؟ اهو بس هيفرول منكم شويه، لما ممكن تحطوا شويه غيره، بس افضلوا امزجوه في ايديكم وامزجوه ما تستسلموش، هتلاقوه بدا يمسك معاكم. ودي طريقه عالم توم وجيري لعمل السلايم الحقيقي اللي بينفع. السلايم ده مش كرايم ممتع جدا، ممتع جدا. طب ما ينفعش العب بالسلايم ده شويه؟ اسمه ايه؟ روبري سلايم، روبري سلايم، سلايم روبري، السلايم مش روبري، مش عارف اسمه، ما يسموه ساتيسفاينج سلايم روبري. طب ازاي نفتحه؟ ما انا مش عارف. ايه ده الدايري بتاعتها؟ طب انا بوظه ازاي؟ لميت السوي. واو البيضة العملاق ده، ايه ده؟ احنا من حظنا انها علقت، دي علقت. I'm free let it go let it go. هي مش هي في الدور الفوقاني حضرتك. اوكي بس احنا براحتنا تعالى اللي احنا عايزينه. بص المنظره في الصوره دي اصلا علقت، احنا طب تعالي نكسب يلا.
رائع انها على طب ثانية كده مش هتشوفه تعالي نحطه ناخد وقتنا بقى براحتك. اه هي علقت كده زي ما انتوا شايفين يا اصحابي خلاص علقت يعني تماما. طب بجد ازاي نعملها سبويل؟ ازاي نفتحها؟ اظن ان احنا محتاجين نشتري حاجة معينة على فكرة. مفك؟ بس مفيش حاجة بخمسين غير الكيكة. استني استني بومب حلوة. نحط ده هنا ونحط البومب. امشي بسرعة. خدي بالك هو اللي ما انفجرش عشان انفجر. حطه هنا. لازم يتهيأ لازم كبريت. كبريت. صح. طب استنى انا عندي فكره حلوه قوي. ايه؟ هتشوفي لو في كبريت؟ لا هتهربي؟ في لا. ده كل ما بيتعور بيقطع. نقع في البسين نموت نكشف. تحس انها بترقص مون دانس. احنا لازم نكشف في بيوع مكان سري عندها كده بتخبي في اشياء. امشي بسرعة امشي بسرعة يلا بيك يلا يا. احنا كده خلاص خسرنا. ايه استنى ما ينفعش ننزل المية ولا ده فاضي؟ ده فاضي ليه وما ينفعش يتدخل. باي يا سامي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. احنا اسفين ما عرفناش نعدي الدور بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهاتنا. باي.